القرآن ماذا يقول؟ ولهن مثل الذي عليهن ها بالمعروف. ايش قد من الاحكام انت تميز الرجل على جن على المرأة في البيتوتة في بعد ما اقول في 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 اقول له الرواية بابو هذا النص القرآني يقول هذول حقوقهم جن متساوي. ايش قد تقولون انتم؟ سرحوهن بمعروف او شنو قول امسكوهن بمعروف. فاذا الاغى قال والله الا شعرها يصير مثل السونه ما طلق. هذا مخالف للنص القراني ولا مخالف؟ تبقى ولايته من اخذ بالساق او ما تبقى ولايته؟ نص القران يقول تسقط ولايته. خلاص انت تسقط خلاص. هذا احنا بيني وبين الله. من يثبت لنا الصغروي اللي بيني وبين الله ده يعاند ويريد كذا وكذا مباشرة نطلق بلا اي تردد؟ لما ان النص القرآني ده يقول امسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. تريد تعيش عيش وياها بالمعروف، ما حد يقول لك طلقها. اما تريد تبقيها كالمعلقة بين السماء والارض هذا من حقك قرآنيا لو مو من حقك.